بتشرحي لنا دقيقة. إبراهيم محمد عثمان هو فنان متخرج من جامعة السودان كلية الفنون الجميلة. اتخرج عام 2012. رسم عدة لوحات. لوحاته منها كل لوحة حقته بتعبر عن حاجة معينة. لوحة دي بتعبر عن علاقة الإنسان بالحيوان وإنه علاقة وطيدة بيناتهم. ما في واحد فيهم بيقدر يعيش من غير الثاني اللي هو الحيوان. علاقتهم لازم تكون وطيدة جدا مع بعض. أما اللوحة الثانية بتحكي عن المرأة وإنها رقة المرأة من الزجاجية، بتحكي عن من ما خلف الزجاج اللي هي المرأة وكيف المرأة رقيقة. أما اللوحة الثالثة هي بتعبر لنا عن الثقافة الأفريقية، بنعبر عن الثقافة الأفريقية. هي بتحكي عن المرأة وهي لابسة التراث بتاع الإكسسوارز بتاعة الثقافة بتاعتهم. أما باقي اللوحات اللي هي دي بتحكي لنا عن رجل، ذا الفيس بتاعه with the glasses, this nose, ذا الخشم بتاعه، ذا باقي الوجه بتاعه، السمان. إبراهيم محمد عثمان غير إنه فنان بيرسم هو كمان فوتوغرافي. دي جزء من لوحاته، من صور اللي هو صورها. Digga, hey.